ساهم قانون النقل البري في دولة الإمارات في تحقيق أداء رائد في مجال الاستدامة البيئية، حيث تم إعداده لإيجاد نظام نقل رائد عالمياً يلبي الاحتياجات بطريقة مستدامة بيئياً وآمنة وموثوقة وأكثر فعالية، كما ساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية بالدولة إلى آفاق أرحب، وساعد على تعزيز مستوى السلامة على الطرق الاتحادية ودعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات وفقاً لآخر الإحصاءات 925 كيلومترا، بينما وصلت أطوال الحارات المرورية للطرق الاتحادية 4288 كيلومتر. هذا وأنشأت وزارة الطاقة والبنية التحتية استراحات الشاحنات والتي بلغ عددها 15 بسعة 20 شاحنة لكل استراحة، فيما ساهمت مبادرات الوزارة النوعية في حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الشاحنات، إلى جانب إطالة العمر الافتراضي للطرق بمتوسط 25%. وساهم قانون النقل البري إلى جانب المبادرات المميزة في تعزيز مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً كمركز عالمي للريادة والتميز وريادتها العالمية في قطاع الطرق، إذ احتلت دولة الإمارات المركز السابع عالمياً في جودة الطرق، كما رسخ تفوقها العالمي في المجال اللوجستي، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل البري في الدولة.